الليلة نحن هنا فريق كلام الناس بدعوة كريمة من المؤسسة الأسترالية اللبنانية ومن جامعة سيدني في حلقة أولى ستليها أخرى لنلتقي بهؤلاء اللبنانيين الأستراليين أو الأستراليين اللبنانيين نتعرف على إنجازاتهم وعلى همومهم بين وطن الجذور وأستراليا. بدي أتوجه لجونار نادر. أهلا وسهلا فيك جونار. جونار نادر شخصية إعلامية وتسويقية مميزة جدا، متكلم بارع وكاتب ومحاضر، وآخر كتاب How to Lose Friends، مش كيف ترجع بالجماعة. فينا نقول أنه جونار فيلسوف لبناني عايش بأستراليا. جونار، لاحظت أنه سيرتك الذاتية حافلة بالإنجازات ومتنوعة بالتسويق والصحافة والتكنولوجيا والفن والعمل الجماعي والفلسفي. هل أنت فيك تختصر حالك بكلمة؟ أنت شو؟ أنا ترابل ميكر، يعني بحب تعمل مشاكل؟ بحب أعمل مشاكل، بحب أعذب الناس، لأنه بتعرف إذا واحد مرتاح كتير ما عنده شغلة ما عنده عملة بصير ترابل، بس إذا بتهزه نتفة بلش يسأل، وهو الفلسفه يعني الفيلسوف اللي بيسأل. نعم. وهاللي بيسأل السؤال الأحسن بيفكر أحسن. نعم. سو وقت تنكرز الناس أول شيء بتعرف إنه عم بيسمعوا. لأنه ما فيك تكون متأكد إنه حدا عم بيسمع، إذا ما بتسب له أو ما بتقول له شيء بيقول لك شو عم تقول، بصير يسمعوا. أول شيء بيسمعوا، ثاني شيء ببلشوا يفكروا. سو إذا عم تسألني شو أنا بكلمة وحدة؟ طولت بس. لا بس حطك على الجيرني تجي على الكلمة وحدة، يعني بالإنجليزي ترابل ميكر، بالعربي يعني مشاغب. خليني فهمت من خلال فريق العمل أنك عم تحضر مجموعة جديدة من كتب، يعني كثير، يعني في شيء 10 كتب فرد مرة براسي، وأنا بكتب تكنولوجيكال وبكتب ساينتيفيك وبكتب يعني قصص وكمان مانجمنت. ليش قبلت تشارك بحلقة مع التلفزيون اللبناني؟ يعني ليش أنا هون اليوم؟ ليش قبلت؟ لأنه بحب أشجع العالم هاللي اللبنانية around the world بالدنيا، إنه كلنا عندنا أمل والدنيا صعبة بس كمان الدنيا حلوة. أهلا وسهلا فيك جونار. بعد شوي رح فاجئك بشغلة رح تعملها، ما بعرف شو هي بس حضر حالك عليها. It's a positive thing to be Lebanese or to have a Lebanese background here in Australia. شغلة مهمة إنه واحد يكون عنده هذه الخلفية اللبنانية وإيجابية جدا داخل المجتمع الأسترالي. بس عم بتقول هيك المدام لأنك أنت وزيرة. لأنك عم تقولي لأني وزيرة ولا لأنك أنت لبنانية؟ لأنه هاللي قلتيه أنت العالم بتحترمك لأنك في good reason يعني يحترموك، بس إذا بتسألي شخص بالشارع ما كان بقول هيك. مثلا اسألي شي بنت عمرها 18 شو بتقول؟ من كابرماتا بتقول ما حدا بيحبنا، ما حدا بيحترمنا، الميديا بتضل على راسنا. يعني شفنا هذه الشخصية المثيرة للجدل المشاغب جونار نادر. كيف؟ قوم لعندي. وين رايح؟ هون 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 هون. نفس الأسئلة اللي كنت عم بطرحها على باربرا وعلى سير نيكولاس شحادي، كفي بالحوار. كيف أنا رح أقعد محلك شوي بس مش كثير. أهلا وسهلا. ما تاخذ لي دورة، تفضل. بحب أسأل لبنى لأنه بعرف لبنى مش رح تاخذني. حكيت علي جونر. يس. ليه؟ ما بعرف. لبنى أنت عندك أولاد وشباب، هن شو بيقولوا وقت حدا يسألهم؟ لأنه بيهم أسترالي ما هيك؟ نعم. ايه بيقول لحدا انه امي لبنانيه ليك هن ما عندهم مشكله استراليه، بس اذا حدا بجيب سيره اللبنانيه بطريقه غير ايجابيه دغري بيصيروا لبنانيه ودغري بيدافعوا عنا. ليش كلنا بنعمل ديفنس انه لا مش نحن مش هيك؟ شايف حدا بيقول ايه حق علينا؟ في شيء يكون حق علينا او لك؟ هو هون الغلط، انه نحن وقت بنقر انه في عنا اخطاء مثلنا مثل بقية الناس. يعني مجرد ما تسأل شخص شو انت، معناته انت عم تقله انه انت مانك استرالي وبيك شيء، اما معناته لازم يجيوه. طيب انت حسألك سؤال، انت استرالي ام لبناني؟ انا استرالي لبناني اكيد. شو يعني استرالي لبناني؟ ما فيك تكون، يعني نحن هون باستراليا بنحترم هالبلد. شو هو البروبلم بهالسؤال؟ از الميديا، وانت الاستاذ الميديا وهلا كله حق عليك. لانه
كل ما أسأل حدا بيقولوا لي حق الميديا. وليش عم تسأل هالسؤال؟ انه بتعرف مثلا جاي تضربني بعتقد. لا بس انه السؤال بجنن. مثلا اذا كلنا فرد لون، فرد عيون، فرد هايت، يعني بالطول، شو بتعتقد لازم يكون السؤال جنر؟ انه شو عم نعمل تنقدم الدنيا؟ ليش بنضل نسال هالسؤال؟ هل هذا نيكست توبيك هو هيدا، يعني المحور التالي شو بدنا نعمل؟ yes. مزبوط. yes. يعني بس انه الاشكاليه مطروحه، بس لانه لا بتقلك ليش الموضوع بلبنان، وانا بعتقد هون اللي جايين اللي عم ينزلوا على المين بيعرفوا انه الموضوع مطروح. شو بدنا فيهم باستراليا؟ ما بطلوا لبنانيين، شو بيفيدونا؟ شفت شو هيك عم بيقولوا؟ انت شو بتعتبر حالك؟ مين عم بيقول هيك؟ انت جانا شو بتعتبر حالك؟ انا خلقان بلبنان. يعني يعني ما فيني هلا بتعرف انت فيك تسمع هيك؟ ايه. فيني اقول لك احسب حالك ما فيك تسمع؟ صعب عليك. اوكي. سو اذا بدك عم تسالني شو انا، ما فيني افسر هالسؤال، لانه انا خلقان بلبنان وبعرف حالي لبناني، جيت على هالبلد وفولي انتجريتد، يعني كل شيء اللي بعمله صرت للاخر، بس انا صرت رايح على كل شيء في بلاد، صرت انساني يعني. إيه صرت للانسانيه. وين ما اقعد لك إيه. بروفيسور شو كنت عم تقولي؟ عم بقول لجونار، ما بتفتكر انه لانه اللبنانيه كثير ناجحين باستراليا مشان هيك قايمه القيامه عليهم بدلها الميديا عليهم؟ هيدي شغله الليزي، يعني بكل واحد منه عم بفكر كثير، بخصبوا الميدل ايست، يعني لبنان قد ما نحن مشهورين، قد ما عندنا صوت صرنا ذا سنتر اوف ذا ميدل ايست. لانه مديرة كثير فلسفي جونار، رجعني على الارض. عندنا مشكله، كيف بدنا نظبطها؟ انت بتعمل كمان ماركتنج انت ومايكل. ويل تقلك البروبلم هو انه الميديا بتفيق الصبح الساعه 5، وحدا البروديوسر مثل البروديوسر تبعك بقول يلا جيب حدا، بده حدا انت يحكي بسرعه، يطلعوا بالفان بوك بيلاقوا شيء كلمه مثل Arab Australian Lebanese Association of، مين حطهم هاو Association of؟ قال عم بيحكوا عنا. سو لانه في بالفاين بوك اسمه لبنانيز، سو بتلفنوا له. اي اجري الايديوكيشن امبورتنت، بس نحن هون بماجنيفيسنت سيدني يونيفرستي، بس الايديوكيشن فور مي مش بين الحيطان، ومش بين الورقه اللي بايدي، ومش الجراديويشن. وين؟ هي مع الاهل، يعني الفاميلي كونسبت بالقلب وبالراس و افري داي. وانا ناطر امتين فينا نعمل فوت انتخاب. ايش تنطر فادي قولي له؟ امتين فينا ننتخب بقى. وناطر الانتخاب. كمان بنرشحك وبنعمل. ليش ما بتنزل تترشح انت بلبنان؟ ما زال معك جنسيه. انا بخبطوني، بتعرف شو كنت عم تسال قبل؟ ليش بخبطوك؟ شو بدنا؟ لانه بحكي كثير. ومنهم متعودين اللبنانيه على هاللي بيحكوا كثير. سو بيطلعوا لا معودين ليك، اغلبيه السياسيين اللبنانيين بيحكوا كثير وما بيفعلوا ابدا. انا كثير بقول مهم انه اللبنانيه الوزراء والديسيجن ميكرز يطلعوا من لبنان بقى شي سنه ست اشهر، لانه بصير العالم البروبلم بتعرف مثل المراه والجوزه والاهل، وقت يكون في مشكله بالعائله ما بقى يصير في دنيا، كل شيء المشكله بالاوضه وما بقى تنحل. سو بقول لازم تطلعوا بقى وتشوفوا شو عم بصير. شو تعليقك على السياسه اللبنانيه بكلمه؟ ممله، مخيفه، فاسده، شو؟ لا والله ما بعرف شو عم شو هال، ما بحبها انه يعني يكون كانه انا شيء، انا ماني شيء، انا بدي الحق مثل ما اللويا كان عم بيقول لي بدي الحق وبدي الديموكراسي. وبتعرف انا في بالكتاب اللي اعطيتك اياه في تشابتر، والتشابتر مكتوب هل بيطولوا بالهم ما لازم يطولوا بالهم على هاللي ما بيعرفوا يطولوا بالهم. ايش طفيل، اذا هن مش متفقين انتم متفقين؟ الحكومه هون بتعطي كثير مجال، بتعطيهم مصاري. عم تقول لي بيشتغل ماكدونالدز، قولي لي على هاللي قاعدين ومنهم عم بيشتغلوا وعم بيسرقوا وعم بياخذوا وعم بيعملوا بيجيهم مصاري. يعني نحن از ا سوسايتي عم نطعمي العالم ونشفيها انه اذا ما بتعمل شغل مش رح تجوع. هيدي العذاب منيح، انا هيك لانه متعذب، وهاللي بيتعذب بياخذ نقطه وبيفتح بصير ابريشيت، يعني يمتاز بشيء اللي بايده. واذا بتحب تعمل مذيع وقيادي بلبنان؟ لا ما بحب اعمل شيء، انا بحب العالم تاخذ الفنجان اللي هي وتكبه وتبلش من جديد، لانه في تو ماتش ترافيك بالراس، بدي اياهم يفضوا راسهم ويرجعوا يسالوا كل السؤال من جديد. نحن رح نوجه لك دعوه تنزل على لبنان، هيك بركي بتشتغل لاعاده غسل الدماغ.